طيب نيجي بقى لوزير التربية والتعليم، إدراج مادة التربية الدينية كمادة مضافة للمجموع وتدريس منهج موحد لمادة التربية الدينية، يعني مادة ليه الأخلاق اسمها التربية الدينية، إزاي مادة الأخلاق اسمها التربية الدينية؟ وبعدين أنت عشان قابلت شيخ الأزهر ورحت قابلت البابا توادرس عشان ما يزعلش، وخدت كلمتين من هنا على كلمتين من هنا، هتلخبطهم مع بعض وتطلع مادة الأخلاق، بس في الاسم والولد والبنت هيمتحنوا مادة التربية الدينية. طب إيه أخبار الآيات؟ هتبقى موجودة ولا عن إيه؟ ايه ده؟ ما هو يعني بيقولوا في المثل ادي العيش لخبازه، يعني مش كده ولا ايه؟ بس يعني ما اعرفش، سيتم التركيز بيقول فيها على القيم المشتركه فقط، يمكن انا مش فاهمه، يمكن انا مش يعني ذكائي ما وصلش للمستوى ده، ما عنديش فكره بصراحه، يمكن هم شايفين اكتر مننا. بس ازاي يعني المسيحيين الدين المسيحي ودين المسلم مع بعض؟ ما احنا ممكن يعني ممكن نعمل حاجه للاخلاق. وليه على المجموع؟ ليه على المجموع يعني؟ وزير التعليم أجرى لقاءات طبعا زي ما قلت لحضراتكم، ومش عايز يخش في التفاصيل يعني، بعدين هيقول لنا هيفاجئنا يعني. طب لمصلحة مين يعني جر مصر لعشرات السنين للوراء يعني؟ تدمير التعليم، هل ده هيدفع ثمنه يعني الأجيال اللي جاية واللي بعدها واللي بعد بعدها؟ بصراحة إجراءات مشبوهة بعيد عن أهل التخصص والعلم، ما يحدث اليوم سيحتاج لعشرات السنين لعلاجه. ده طبعا بيعزل مصر عن ركب التطور الانساني. والغريب الغريب احبائي اننا فيش مساءله وما فيش بص هنحط الصورتين اللي انت شايفهم دول ويبقى امتحان موحد للمسيحي والمسلم. مواطنه مواطنه مواطنه.